ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، وهو نهي عن قول ذلك، والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي المستغني بكمال سلامته عن دعائكم، أي المستغني بكمال سلامته عن دعائكم. واضح؟ واضح الباب ولا مو واضح؟ طيب واضح. طيب الآن الإنسان في خلف الإمام في القنوت، انتبهوا كلكم، يقول في القنوت اللهم اهدنا في من هديت، تقول ماذا؟ آمين. أعافنا في من عافيت، تقول آمين. طيب إذا قال فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ماذا تقول؟ نعم، ايش تقول؟ تسكت. طيب وغيره؟ ها احمد، يعني تسكت. الاشبه ان السنه السكوت، انك تسكت، لكن اذا قلت سبحان الله هذا جائز، لكن لا يجوز ان تقول امين. لماذا؟ لان معنى امين اللهم استجب، اللهم استجب، كأنك تدعو لله بأن لا يذل من والى ولا يعز من عاد، يعني هذا وصفه، هذا وصفه. كأن تقول الإنسان يدعو يقول مثلا اللهم أنت مجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه وردت في الحديث النبوي في الصحيح، أن تقول الآن آمين؟ لا، ما تقول آمين، تسكت، هذا الأفضل. وإن قلت سبحان الله جائز، لكن ما تقول آمين، يعني معناها اللهم استجب أن تكون كذلك. فهي كهذا الحديث، كهذا الحديث لا تقول السلام على الله، يعني لا تدعو لله بالسلامة. واضح؟ ولذلك فهم العلم مهم، فهم العلم مهم. تجد تجري مثل هذه الأحوال والناس حتى ممن ينتسب إلى العلم يقول هذه ما فيها شيء، لا، في لابد أن تفهم العلم المسائل فهما صحيحا، كالذي ذكرناه واسطتنا الله، بعضهم يقول هذا ما في شيء، لا، هذا في شيء، يأتي باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يجعل الله واسطة عند أحد من خلقه. وهكذا كثير من الأشياء التي يقع فيها غلط في توحيد الله سبحانه وتعالى هانت على الناس لعدم معرفة حقائق هذه الأمور في التوحيد والشرك، لكن إذا كان عند الإنسان بصيرة في توحيده فإنه يعرف منزلة هذه، منزلة هذا القول. لذلك أحد العلماء رحمه الله مرة يعني وعظ الملك عبد العزيز، وقال له الملك عبد العزيز رحمه الله، قال يا شيخ الله يعاملنا بعدله، الله يعاملنا بعدله. قال لا تقل الله يعاملنا بعدله، قال الله يعاملنا بفضله. ليش؟ لأن لو عاملنا بعدله لهلكنا، الإنسان غير مستحق له مرتبة عند الله يعني يعدها ويحسبها وله أعمال ينتظر ثوابها، فيه تقصير عظيم. ولذلك انظر شفوف النظر في فهم التوحيد امتنع من هذه الكلمة، منع من هذه الكلمة، وقال قل اللهم عاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك. نعم.